بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 14، حنتكلم على السيستميك فانجل انفكشن. في نهاية هذه المحاضرة إن شاء الله حنتكلم على السيستميك فانجل انفكشن اللي هو باثوجينيك، لأنه في السيستميك فانجل انفكشن في معنى opportunistic وفي معنى باثوجينيك. إحنا حنتكلم على الباثوجينيك. الباثوجينيك ان شاء الله عز وجل حنتكلم على هيستوبلازموزس، حنتكلم على الكوكسي ديو اودومايكوزس، وحنتكلم على البلاستومايكوزس. في نهايه هذه المحاضره ان شاء الله حنعرف كل واحد او الجينرال فيتشرز لهم كلهم، ثم حنعرف الباثوجينيسيس لكل واحده او لكل ديزيز على حده، ثم حنعرف اللاب دايجنوسيس ان جنرال، ثم التريتمنت. في البدايه زي ما قلنا السيستميك فانجل انفكشن في immune competent وفي immune suppression. immune competent يعني انه فنجس باثوجين وبيعمل على طول، يعني act as a pathogen، ده بنسميه immune competent. وده فيه الهيستوبلازموزس وفيه الكوكسي ديو اودومايكوزس وفيه بلاستومايكوزس. بالنسبة للimmune suppression ده فيه كانديدياسيس، فيه سبيريجلوزس، فيه الكريبتوكوكوزس. دول كلهم حق immune suppression نسميهم opportunistic، بمعنى اخر انه دول ما يمكنش يعملوا نو كلينيكال في الاميون كومبتنت، اي شخص مناعته كويسه ما يعملوا اي ديزيز، ولذلك نقول عليهم اوبورتونيستك. اذا حنتكلم الان حنشوف الجنرال فيتشرز لكل من الهيستوبلازموزس للكوكسي ديو ايدومايكوزس وللبلاستومايكوزس. اول جنرال فيتشرز لهم انهم الثلاثه كلهم كديزيز ينتقلوا بالانهيليشن اوف سبور، هذه اول صفه الثلاثه كلهم. الصفة الثانية انه ما في ينتقل الديزيز من شخص الى شخص، no person to person transmission خالص. الصفة الثالثة انهم الثلاثة كلهم dimorphic، يعني انه عند درجة 37 درجة مئوية بيكونوا yeast، وعند 25 درجة مئوية بيكونوا mold or hyphae. الصفة الرابعة انه كلهم بيعملوا granuloma، لانهم هم بيحصل لهم inhalation فبيروحوا لللنج فبيعملوا granuloma formation. الصفة الخامسة انه يحصل disseminated في الاميون compromised patients، يعني اي واحد من الثلاثة بالتأكيد، لانهم اساسا هم pathogenic اساسا خلقة، فلو صادفوا انهم اصابوا شخص immune compromised patient بالتأكيد حيحصل disseminated وفيتل فيتل، ما فيها اي كلام. بالتأكيد اخطر واحد فيهم اللي هو فعلا المور dangerous اللي هو plastomycosis، وحنعرف هو اخطر واحد فيهم. الآن تعالوا نشوف الباثوجينيسيس للثلاثة. احنا هنتكلم زي ما قلنا على الهيستوبلازموزس، هنتكلم على الكوكسي ديو ايدومايكوزس، ثم هنتكلم على الباستومايكوزس. طبعا احنا كاكوزاتيف ايجنتس بالنسبة للهيستوبلازموزس، الكوزاتيف ايجنت هو هيستوبلازما كابسوليتم. بالنسبة للكوكسي ديو ايدومايكوزس الكوزاتيف ايجنت هو كوكسي ديو ايديسمايتس. بالنسبة للبلاستومايكوزيس الكوزاتيف ايجنت هو بلاستومايسيس ديرماتيديس. طيب تعالوا الآن بالنسبة للهيستوبلازموزيس، هو في الحقيقة احنا نسميه هيستوبلازما كابسوليتم، لكن هو ما هوش كبسول، لا يحتوي على كبسول. طيب ما هو احنا زي ما قلنا ان الكوزاتيف ايجنت للديزيز اللي هو هيستوبلازموزيس اللي هو هيستوبلازما كابسوليتم. طيب تعالوا نشوف الجيوغرافيكال ديستريبيوشن للهيستوبلازموزس. هو منتشر حقيقه بشكل كبير في امريكا الشماليه، في طبعا في اليو اس اي، في كندا، في امريكا الجنوبيه بشكل كبير، في دول جنوب افريقيا، في دول شرق اسيا، منتشر الهيستوبلازموزس بشكل كبير فيها. كيف الباثوجينيسيس حقه؟ في منتهى السهوله، هو الاورجانيزم موجود في البيردز وفي الباتس في الخفافيش، فيحصل انه يحصل له ريليزنج في الاكسكريشنز، فالاكسكريشن يروح للسويل، فلما يروح للسويلز خلاص حيظل الاورجانيزم موجود في السويلز، فبالتالي يحصل انهيليشن للمولدز، لانه احنا اتفقنا انه في درجه الروم تمبريتشر حيكون مولد واللي هو درجه الحراره 25 درجه مئويه، فبالتالي حيكون في مايكروكونيديا سبورز حينتقل عبرها. لو ما ينتقل بالمايكروكونيديا سبور حتروح الى اللنج، ومن اللنج حيحصل لها فاجوسايتوزس بالماكروفاجس، فلما يحصل لها فاجوسايتوزس بالماكروفاجس حيحصل لها تشينج الى اليست. اذا نشوفه كان مولد وتحول الان داخل الماكروفاجس في جسم الانسان الى يست.
لو ما يكون الآن تحول إلى يست، مش نتفق إنه ما في هنا إطلاقاً، ما فيش no person to person transmission، ما ينتقل من إنسان إلى إنسان. النقطة الثانية إنه الآن أصبح intracellular، لأنه داخل الماكروفاجس. ما دام intracellular هناك السيل ميديت إميونيتي هي المسؤولة عن الموضوع، فإذا كانت السيل ميديت إميونيتي strong فبالتالي حيحصل asymptomatic وحيحصل جرانيلوما وتخلص الموضوع وما في أي مشكلة. لكن لو كانت السيل ميديت إميونيتي ويك هنا حيحصل إنه ديزيز لايك التي بي وحيحصل له disseminated وحينتقل إلى many organs. ده بالنسبة لقضية الهيستوبلازموزيس. طيب الآن تعالوا نشوف الديزيز الآخر اللي هو الكوكسي ديو إيدومايكوزيس. هو أساسا ده بينتشر إلى حد ما، بينتشر في بشكل بسيط في أمريكا الجنوبية، شوية في البرازيل، في اليو اس اي. الأورجانيزم اللي يعمله نسميه الكوكسي ديو إيدس ماي إميتس. هذا الأورجانيزم يحصل له مود اوف ترانسميشن بالانهيليشن اوف الاريثروسبورز من السويلز. بالتاكيد نكرر انه ما في اي بيرسون تو بيرسون ترانسميشن. طيب كيف يحصل انه السبورز دي اللي هي المايكروكونيديا بتروح الى اللنج، ومن اللنج بيحصل لها نفس الوضع فاجوسايتوزيس بالماكروفاج، وحيحصل لها تشينج الى ييست. وهنا لو ما يحصل لها تشينج الى يست زي ما قلنا السيل ميديت اميونيتي هي المسؤوله، في الغالب بيكون الديزيز هنا اسيمباتوماتيك، ما يحصلش اي مانيفيستيشنز. الموست كيسز خاصه في الاميون كومبتنت بيرسون، في الناس الاشخاص هم مناعتهم كويسه ما في عندهم مشكله، ممكن يحصل هنا ديزيز نقول عليه فلو لايك او يسموه فيلي فيفر الى يتحول الى نيمونيا. اذا كل ما في الموضوع في الديزيز ده اللي هو الكوكسيديو ايدومايكوزيس انه بيحصل فلو لايك ممكن يتحول الى نيمونيا، ممكن يحصل له disseminated ولكنه uncommon. لكن لو كان البيشنتس ده كان immunocompromised احتماليه يحصل disseminated ويحصل عنده pulmonary fibrosis ويحصل عنده meningitis ويحصل عنده hepatosplenomegaly ويحصل عنده كمان skin ulcer. طيب الان تعالوا نشوف اللي هو الديزيز الاخر اللي هو البلاستومايكوزيس اللي قلنا هو اخطرهم. نشوف الجيوغرافيكال ديستريبيوشن له. هو موجود غالبا في اليو اس اي، في كندا، موجود في دول جنوب افريقيا، موجود بشكل كبير. الديزيز او الكوزيتيف ايجنت اللي بيعمله اللي هو بنسميه البلاستومايسيس ديرميتيدس. نفس الوضع بينتقل بالانهيليشن للسبورز، وبتروح السبورز دي الى اللنج، وبالتاكيد ما فيش بيرسون الى بيرسون ترانسميشن، ما ينتقلش من شخص الى اخر. السبورز دي اللي حصل لها انهيليشن هي مايكروكونيديا حتروح الى اللنج، نفس الوضع حيحصل فاجوسايتوزيس وبالماكروفاجس وحتتحول داخل الماكروفاجس الى يست. لكن هنا المين كاركترز لليست انها دبل وولد، وهذا الدبل وولد بيخليها مور فيرولنت، وبالتالي بيكون زي ما قلنا هو اخطر واحد بيعمل ديزيز. فاول ما يعملوا الاسيمباتوماتيك هنا انكومن، غالبا حيحصل ديزيز. فايش اللي حيحصل؟ حيحصل بالمونري ديزيز، والانكوبيشن بريد حقه حتكون من 3 ويكس الى 3 مانثس. النقطه الاخطر اللي هو غالبا حيحصل ديسيمينيتد، وهذا الموست كومن، حيحصل disseminated وحيبدأ الشخص ده عنده الويت لوز، وحيحصل عنده النايت سويتس ثم سكين ألسر، ويحصل بون ليجن. وطبعا ده قلنا هو أخطرهم. كيف نعمل الآن للثلاثة دول كيف نعمل لهم دياجنوسيس، سواء كان هيستوبلازموزيس أو الكوكسيديو إيتسمايتس أو بلاستومايكوزيس؟ نعمل أول شيء السبيسمن. بالتأكيد السبيسمن إحنا زي ما قلنا حيروح لللنج، ممكن نعمل سبيوتم، وبعدها نعمل في البريفرال بلد البون مارو أسبيريشن اللمف نود بايوبسي، كلهم حنعمل دايركت سمير. إذا لما نعمل دايركت سمير نصبغها بسيلفر ستين، نصبغها بجمسة ستين، نصبغها برايت ستين، وحتشوفوا هنا اليست. شايفين هنا اليست داخل الماكروفيج كاركترستيك، هنا شايفينها بالضبط اللي عليها السهم كاركترستيك اليست. طيب بعد كده احنا حنعمل كالتيفيشن، نروح نعمل كالتيفيشن على السبارود دكستروز اجار، نعمل على الجلوكوز سيستائين، نعمل على الجلوكوز سيستائين
الجلوكوستستاين بلاد اجار، نعمل على البرين هارت انفيوجن بلاد اجار، ونعمل فيه تو بليتس، واحد عند 25 درجه مئويه وواحد عند 37 درجه مئويه. الجروث حقه تقريبا في خلال اربع اسابيع. طيب كيف نعمل ايدنتيفيكيشن؟ نعمل ايدنتيفيكيشن، احنا اتفقنا انه المولد حيكون عند 25 درجه مئويه واليست عند 37 درجه مئويه. تعالوا نضرب مثل، هذا مثلا هيستوبلازما كابسوليتم، شايفين في البليت ان سيرفيس حيكون شكلها الشكل الابيض، في الريفرس حيكون كمان بيل يلو الى براون في الريفرس، في يعني خلف الطبق هنا. لو زرعناها اذا كانت يست، شايفين كيف الكولوني حق اليست لما تكون الجروث حقها 37 ديجري سنتيغري. البين كاركترز لها هنا، لو ما ناخذ من السيرفيس كولوني ونصبغها هنا بالجمساستين، حنشوف حاجه كاركترستيك اللي نسميها توبركوليت الماكروكونيديا، اللي شايفين زي الدائره لانها تشبه التوبركل اللي بيعملها التوبركل التوبركلوزس في اللنج، فهي تشبه التوبركل فسموها كده، سموها توبركليت ماكروكونيديا. بالاضافه ان احنا نشوف ماكروكونيديا اللي هي الماكروكونيديا الصغيره بجانب الماكروكونيديا، فدي كاركترستيك للهيستوبلازما كابسوليتم. طيب لو ما يكون الان الاورجانيزم اللي هو الكوكسي دايو ايدس ميتاس، حنشوف في السيرفيس حنشوف اللون يكون ابيض الى غامق الى رمادي في السيرفيس، في الريفرس حيكون براون. الريفرس لما يكون شكله براون، لو ما نروح ناخذ من السيرفيس كولوني ونصبغها حنشوف الارثروسبورز ارثوكونيديا او ارثروسبور بشكل واضح، ودي كاركترستيك. تعالوا نشوف البلاستومايسيس ديرماتيتس، حنشوفها طبعا الكولوني حتكون وايت اور براون. حناخذ من السيرفيس وحنصبغها المين كاركتر هنا كلاميديو سبورز. النقطة الثانية هنا اليست حتكون دبل وولد زي ما انتم شايفين بالضبط، وهي المين كاركترز للبلاستومايكوزيس، حتكون اليست دبل مولد. طبعا بالتأكيد احنا ممكن نعمل المولكولر تيست، ان احنا نعمل من الكولوني، نروح ناخذ الكولوني اللي طلعت ونروح نعمل بي سي ار او نعمل دي ان اي بروب ونعمل ديتكشن للكوزيتيف ايجنت. في معنا كمان سيرولوجيكال تيست نعملها، نعمل هنا في السيرولوجيكال تيست نعمل الرايزنج انتي باديز اللي هي الاي جي جي باي الكومبلمنت فيكسيشن تيست، ونشوف اذا طلع رايزنج تيتر نقول والله دي سسبكتد ان الديزيز الفلاني على حسب الانتي باديز اللي حنستخدمها اللي حنعملها ديتكشن. لكن النقطة المهمة هنا انه ممكن تطلع فولس نيجاتيف في الايدز بيشنت او في اي اميون كومبرمايزد بيشنت لسبب بسيط، لانه الجهاز المناعي الان مش قادر يتفاعل وبالتالي يطلع انتي باديز، فبالتالي ممكن تطلع الانتي باديز نيجاتيف لانه اميون كومبرمايزد او لانه عنده ايدز. النقطة الثانية وهي اللي هي الافضل طبعا، ان احنا نعمل ديتكشن للفانجل انتيجين في السيرم او في اليورين باي تكنيك نسميه راديو امينو اسي، وهذا ممتاز جدا في الاميونو كومبرمايزد. نروح ناخذ العينة السيرم ونبحث عن الانتيجين، اذا حيكون معنا انتي باديز معروفة، الانتي باديز ليبلد باي الاميون فلوربل باي راديو امينو اسي، فاذا الانتي بادي سبيسيفيك طبعا، فاذا الانتي باديز موجوده حتعمل ديتكشن لهذا الانتيجين، وبالتالي نستطيع ان احنا نشخص، ودي ممتازه جدا في البيشنت اللي هم اميونو كومبرمايزد بيشنتس. التست الاخير اللي نعمله دياجنوسيس اللي هو سكين تيست، ودي نفس الديليد هايبر سنسيتيفيتي لكن المده حقها اطول. نروح نستخدم اذا شكينا مثلا هيستوبلازمين الانتيجين، بنحقله انتراديرمال، او الكوكسي دايودين اللي هو كمان انتيجين نحقله انتراديرمال، او البلاستومايسين نحقله كمان انتراديرمال. فطبعا ننتظر الى 2 إلى 4 اسابيع، ودي اذا طلع يعني طلع هنا انفلاميشنز وانجيريشن نقول والله اذا هذا هو الديزيز اللي احنا نبحث عنه. هنا حتكون طبعا نيجاتيف في لما يكون في ديسيمينيتد، ليش؟ لانه هنا الاميون سيستم خلاص ما عاد في اميون سيستم، فبالتالي اللي يعمل الرياكشن هي عمليه خلايا الجهاز المناعي، فبالتالي في الديسيمينيتد ممكن تظهر نيجاتيف. كيف نعمل تريتمنت له؟ نعمل تريتمنت بالثلاثه طبعا، هو الاسيمباتوماتيك بالتاكيد ما في تريتمنت، لكن بالنسبه للمايلد كيسز نستخدم الاتراكينازول، وللسيفير كيسز نستخدم الانفوتريسين بي بالفلوسايتوزين. هذا فور سيفير انفكشن. كنت معكم فيما مضى في السيستميك فانجل انفكشن، وتكلمنا هنا اللي بيعملوا باثوجين. شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.